السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حسمت بطاقتي التأهل منذ الجولة. يرفع كرة في مناطق الوداد على استلام أمام الأطراف، إمكانية المرور والتغطية للحسوني. الخيار من إخوان كرة لفريق جياسكا من حسين النجم والوداد في تجربة أولى كانت ألفي بالوزداد. طويلة كرة لأيوب العملود، طلب كرة كان متابع يرجع معه ياسين قنينة والعملود. طويلة كرة يحيى عطي طلة، توصل كرة لأيوب العملود وكرة تدخل بوسوفيان. المخالفة كانت من موسى بن زيد. طويلة التماس للحوسي جياسكا، يدافع بعيد عن مرمى عبد الكرة. التدخل من خالد بوحكاك، ماذا يفعل مجادل؟ ماذا يفعل عبد الرحمن مجادل؟ ننتظر لهذا لتدخل قاسي وبوخانشوش من جانب جياسكا. مشقطة دادي عرضية والتدخل من عمله يفتح الزاوية العرضية خطيرة ويوسف المطيع. خطيرة كرة من ياسين قنينة حتى بينيها لرضوان زردوم. فرصة أولى للشبيبة، ممتازة تمريرة ياسين قنينة. أنا يبعد بوخانشوش، بوخانشوش في الكرة الماضية. طويلة كرة من جلال الدودي وبالرأس، كرة وضربة بالرأس من أمين أبو الفتح فوق مرمى مجادل. خمسة يطاول كرة أبو حكاك. ياسين قنينة لأيمن الحسوني، حسوني معايا سيدالة، تنفيذ من الداودي، ترجع كرة من متلق من وقاسي. وقاسي يتبتت للوداد ولا واحدة مغطر على مرمى مجاد. مشوش كرة للوداد، التصويب التصويب لم تكن بعيدة. كرة تابورة جانبية لمرمى عبد الرحمن مجاد، يعني للمرة الثانية عملية الرولونس. من الرجاء فريق الوحيد المرور امامه محمد قمرود، يرجع رضوان زردوم للبوسوفيان مع قتال. بوسوفيان والضغط داودي لسايبورا. ملا للمصري بالاخير بعد انتصاره على بوسوفيان مع اسامه قتال. بوسوفيان نشوبه وقاسي، العب النار سليم بوخانشوش في الكره الماضيه والانذار. الكره كرة سامبو، سامبو سامبو يفتتح التسجيل بتصويبة قوية يباغت عبد الرحمن مجادل. 1-0. هناك احتجاج من لاعبي الشبيبة في انتظار لهذا، هل كان هناك اشكال في وضعية وتمركز سامبو عند خروج الكرة؟ لانه هناك ممكن امكانية، هذا ما يفسر بذات. بوسوفيان خطيرة كرة وعبد الرحمن مجادل قريب. سايف بورا، سايف بورا قريب من تدعيم الأسبقي في كرة لهشام بوسوفيان. سامبو وتدخل من محمد قمرود. هذا تدخل من رضوان زردوم على محمد قمرود، يرفع كرة قمرود. كرة زردوم خطيرة كرة ويخرج ترجع خطيرة والتصويب. الهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني سدد الداودي وتابع سامبو. الداودي صوب سامبو يتابع يمضي الهدف الثاني للوداد. 5 دقائق أولى في الشوط الثاني كافية للوداد لتدعيم الأسبقية. تصويبة أولى من الداودي وسامبو يغالط. مونتو وسامة قلقت على الشبيبة، قلت رغم أنه سواء كنت في التصنيف الأول على مستوى ممتاز المراوغة من مباراة خطيرة. كرة كرة خطيرة عبد الله حيموت،
حمود أول كرة على القام، ما زالت الخطورة سامبو والتدخل يبعدها آدم رجم قريب الوداد وأوقاسي يدرك أوقاسي مسابقة الدوري قلت رغم أنه الوداد طويلة كرة ترجع من خالد بوح تمشي كرة يبعد على عبد الله حيمود التصويب وتدخل دفاع يكتفي بعرض كرة جنينة يا أيوب العملود عرضية العملود أولى الكرات لفارس جابري بعيدة كرة على الحسين دادي أقرب ليوسف المطيع من أسامة قتال لا متسلل في الكرة الأخيرة الحسين دادي بن زايد كرة في وسط الملعب لسيد أحمد شبيبة هذه كرة أولى مترشي أول كرة صغير أمامه مجادل مترشي والهدف الثالث جول 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 زهير المترشي الثانية الثابتة سدد الأولى مرة جانبية لمرمى مجادل وانتظر دقيقة 87 ليسدد في الثانية ويغالط حارس